السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في برنامجكم هنا البحرين من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. وزير شؤون البلدية والزراعة يؤكد الحرص على تطوير خدمة العملاء كجانب أساسي لرفع كفاءة الخدمة في مراكز الخدمة البلدية. وزير التنمية الاجتماعية يؤكد حرص مملكة البحرين على توفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية لكبار المواطنين بما يكفل لهم الحياة الكريمة. المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تنظم مخيم اللولو السنوي العاشر تحت شعار ألوان السعادة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير شؤون البلدية والزراعة سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك على مواصلة تطوير مسارات العمل في مراكز الخدمة البلدية من أجل تعزيز جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين. ونوه الوزير بأن تطوير خدمة العملاء جانب أساسي من جوانب رفع كفاءة الخدمة واستدامتها، مشيرا إلى حرص الوزارة على تحقيق أعلى درجات رضا المستفيدين من خدماتها. ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سعادة الوزير للاطمئنان على سير العمل في مركز خدمة العملاء في مدينة حمد وكذلك مركز خدمة العملاء في البديع، حيث التقى بعدد من المراجعين واستمع لهم إلى ملاحظاتهم ورأيهم بشأن الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمات. قام وزير التنمية الاجتماعية سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور بزيارة تفقدية لمركز المحرق للرعاية الاجتماعية برفقة عدد من مسؤولي الوزارة والقائمين على المركز. اطلع خلالها على مختلف أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والمعيشية والترفيهية التي تقدم لكبار المواطنين البلغ عددهم 39 مسنا ومسنة، واستمع لإيجاز إلى أنواع الإلواء والخدمات التي يقدمها المركز. هذا وشهد الوزير خلال زيارة بالبرامج والخدمات التأهيلية التي تقدمها الكوادر البحرينية المؤهلة وفق نهج الرعاية الصحية والاجتماعية، مؤكدا أهمية ضمان استدامة وتطوير كافة الخدمات لتقديم الرعاية اللائقة لكبار المواطنين. هذا وأكد سعادته حرص مملكة البحرين على توفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية لكبار المواطنين بما يكفل لهم الحياة الكريمة، لافتا إلى أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بفئة المسنين وتعمل على تعزيز جودة حياتهم. تحت رعاية الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سعادة الدكتور مصطفى السيد، افتتحت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتعاون مع مجموعة اللولو العالمية مخيم اللولو السنوي العاشر تحت شعار ألوان السعادة بمشاركة 50 طفلا من أبناء المؤسسة. ويحتوي المخيم على العديد من البرامج التعليمية والألعاب الثقافية، ويهدف إلى شغل وقت أبناء المؤسسة في إجازة الصيف بالمفيد عبر إشراكهم في العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات الممتعة والمفيدة لتعزيز الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية وتعزيز مبادئ العمل بروح الفريق الواحد والمبادرة والإبداع، ويستمر لمدة 3 أسابيع. هذا وشهد دكتور مصطفى السيد بالتعاون المتميز مع شركة اللولو العالمية في دعم برامج المؤسسة التي تقدمها لمنتسبيها وشراكة المجتمعية المتميزة من قبل اللولو مع المؤسسة لخدمة مشاريعها الإنسانية في مملكتنا الغالية. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تنظم ورشة تدريبية لكشافة البحرين في برنامجها الصيفي.
نظمت قيادة خفر السواحل بالتعاون مع الموارد البشرية بوزارة الداخلية حملة توعوية لمرتدي البحر، وذلك في إطار خطتها لرفع مستوى الوعي باشتراطات السلامة العامة. وقد تم خلال الحملة تقديم النصائح التوعوية حول أهم إرشادات السلامة الواجب اتباعها عند ارتياد السواحل والبحر، ومن أبرزها ضرورة متابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، والتأكيد على أهمية ارتداء سترة النجاة وعدم السباحة في الأماكن غير المخصصة لذلك، بالإضافة إلى أهم إرشادات السلامة اللازمة عند قيادة الدراجات المائية. كما اشتملت الحملة توزيع مطويات توعوية بعدة لغات وتوزيع سترات النجاة على مرتدي السواحل ومستخدمي الدراجات المائية. إرشادات السلامة لمرتدي البحر أن لازم يكون أولياء الأمور من قرب من أولادهم والأطفال، ما يخلونهم بمسافة بعيدة عن بعض على أساس أن يكونون يقدرون يسيطرون عليهم للسباحة. وبالنسبة للمرتدين البحر الجسكيات أن يلبسون سترة النجاة، وأن يكونون بشكل متوازي ويبتعدون عن العروض الاستعراضية الخطرة، وأن يكونوا بسرعة آمنة والمسافة تكون بينهم بالتساوي بشكل طولي أو بشكل عرضي على أساس أنه يمنع تصادم الجسكيات. وأتمنى لهم صيف آمن وإن شاء الله يكونون في أمن وأمان. ضمن جهود وزارة الداخلية في المحافظة على سلامة وأمن مرتدين البحر، نظمنا اليوم فعالية بحرية تضمنت توزيع سترات نجاة لايف جاكيت على مرتدين البحر، وقدمنا بعض النصائح والإرشادات اللي تتضمن سلامة ارتياد البحر، محافظة على سلامتهم، يكونون يطلعون يستانسون ويرجعون حق اهلهم ان شاء الله سالمين. فكانت الحمله هي ارشادات توعويه بحريه. اداره خفر السواحل دائما سباقين في وشاكرين جهودهم، دائما ما شاء الله عليهم يكونون اول ناس لين بغيتهم، سواء كنت يعني خطر والله سواء كنت انت محتاج اي شيء، خبر السواحل دائما موجودين. والله حملاتهم ما شاء الله تبارك الله، يعني خارج الكورنيش وداخل شفنا منهم اهتمام، شفنا منهم تنظيم ما شاء الله تبارك الله. وانا ما هو باول جايه، يعني دائما اجي، يعني كل ويكند تقريبا على البحرين، يعني ما شاء الله تبارك الله في تنظيم وفيه اهتمام منهم. يعني نظمت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ورشة تدريبية خاصة بعلوم الفضاء لمنتسبي البرنامج الإثرائي الصيفي لقسم التلبية الكشفية من مختلف الفئات العمرية، تلبية للطلب المتزايد من المشاركين في البرنامج للتعرف على قطاع الفضاء. وأشارت الهيئة إلى أن الورشة تم تصميمها لتسليط الضوء على أهمية الفضاء الخارجي وتأثيره على الحياة المعاصرة، بالإضافة إلى سبل الاستفادة من البيانات والصور المتحصلة من الأقمار الصناعية لتحسين الحياة على الأرض. وأضافت أن الورشة تناولت التعريف بالفضاء بشكل عام وتقديم عدة محاور نظرية عن الفضاء ومعلومات عامة، وتقديم عرض تاريخي عن أبرز العلماء العرب والمسلمين ومساهماتهم في مجال الفضاء والفلك. نظمت جمعية الهلال الأحمر البحرينية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مقر الجمعية على مدى يومين برنامجا تدريبيا حول القانون الدولي الإنساني، وذلك بمشاركة جهات حكومية وأهلية وأعضاء في اللجنة البحرينية الوطنية للقانون الدولي الإنساني. وتضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاور، من بينها التعريف بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في ناحية المفهوم والأدوار وآليات العمل وآليات مواكبة اتفاقية القانون الدولي الإنسانية ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة به. وإلى حالة الطقس محافظات مملكة البحرين. We'll be right back.
نهاية البرنامج. لمزيد الأخبار يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق VHTV أند راديو. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.